فيما يتعلق بحالة عدم الرضا من المواطن في الوادي الجديد ده، طبعا عندهم حق، لأن الموضوع ليه أسباب كتير. أولا عدم توفر الكوادر، عدم توفر التخصصات الملحة، بعد المسافة في تقديم الخدمة، النقل من مركز لمركز والمسافات المتباعدة دي بتأثر على تقديم الخدمة الصحية. عندنا كمان عدم الوعي، احنا في حاجات كتير جدا بيغفلها المواطن، واحيانا بتبقى عن قصد، ان انت النهارده اللي بمقدم الخدمه في البعض في نوع من انواع الاستغلال لعدم فهم المواطن، بحيث ان احنا نقدر نتكسب من خلال بعض الاماكن مقدمه الخدمه الخاصه، بالاضافه ان برضو عدم توضيح، وده احنا بنحاول طول الوقت ان احنا يبقى في معلومة واضحة مكتوبة في كل المستشفيات ان المواطن من حقه ياخد الخدمة، وان في قرارات بان اول 48 ساعة الخدمة مجانية في حالات الطوارئ، ان احنا عندنا نفقة الدولة ان هو ليه تأمين صحي بحال او باخر المواطن ما بيدفعش فيها الا اللي جاي يقول ان عايز خدمة اقتصادية او اللي هي الاقتصادي. فبالتالي التصور ده والوضع ده مع بعض الإجراءات المادية اللي بتتم جوه المستشفى مع مسارات تقديم الخدمة، في ناس كتير قوي ما تعرفهاش. بالإضافة لحاجة تانية، إنه برضو ثقافة المجتمع، إن إحنا النهاردة لما بنخش المستشفى بيبقى فيه نوع من أنواع العصبية نتيجة ضغط الشغل، فكل واحد عايز الخدمة في ساعتها، وبعدد عدد الأطباء أو الكادر الفني مش متوفر بقدر كافي، فبالتالي بيبقى فيه سخط في صفوف المواطنين اللي موجودين مثلا في الاستقبال أو في بعض الأماكن. طلب المواطن إنه ياخد حاجة خارج السيستم، إن أنا النهارده عايز أخش العناية أبص على مريض، لا مرفوض. لما تقول مرفوض هو مش مستوعب يعني ايه مرفوض، لان هو برضو مش واصله يعني ايه عنايه فائقه ويعني ايه مريض عنايه. فليها اسباب كثيره قوي عدم الرضا، واعتقد ان الوزاره بتسعى مع معالي الوزير المحافظ للحد من عدم الرضا ده.